ये सिलसिला ये सिलसिला بس انتي صديقتي ولهيك انا ما بقدر احبك. اسف باري، انا وياك رفقات وانا بحب بنت تانية فعلا. انا اسف. ماما، أنا ما عاد أقدر أرجع حب مرة تانية. كنت بالأول خاف إني حب حدا حتى ما ينجرح قلبي. كنت خاف من الارتباط، وهلأ شوفي كيف انجرحت. أنا كتير محتاجتك، يا ريتك معي، اشتقتلك، محتاجتك. الشاب يلي حبيته ماما طلع بحب بنت تانية. شو صار لك؟ عن جد؟ بدك تضحي بحبنا؟ أنا ما رح أسمح لك. ليش؟ شو صار؟ مو أنت كنت عم تقول إنك بتحبني وبتضحي كرمالي؟ شو تغير هلأ؟ ميسي حاولي تفهمي شو عم بقول. فهمي إنه أنا ما بقدر أعطي باري الحب يلي بتستاهله لأني بحبك إليك. روهان، الحب بيجي مع الأيام، وبس تعيشوا سوا رح تحبها. أنت شو مفكرتيني لعبة عندكن؟ تعطيها لأختك وقت اللي بتملي منها؟ على كيفك بكون إلك لحالك وعلى كيفك تعطيني لأختك؟ صدقيني أنا عرفت ليش بدك ترجعي تتزوجي فير بعد ما حبيتيني. هاد لأنك عرفتي بحب باري. روهان، أنت لازم تتزوج بعد. أنا ما بدي أسمع هاد العلاج كله. مو كل مرة بيصير الشي اللي بتتمنيه. نحكي عن زواجنا أوكي، ما بنحكي عن زواجنا كمان أوكي. قلتيلي إنه علاقتنا انتهت، ما مو كل شي على كيفك أنت. بلا، كل شي بده يمشي على كيفي. أنا متعودة يكون كل شي على كيفي. كل شي صار بيناتنا كان بإرادتي أنا، ويلي جاية كمان رح يكون بإرادتي. وهلأ بدك تكمل بعلاقتك مع باري. أنا ما كنت متأكدة، بس بما أنه هلأ كل شي صار واضح، ليش لحتى نكمل بعلاقتنا؟ قولي الحقيقة، ليش بدك تتزوجي فير؟ أنا قلت لك. شو قلتي لي؟ بدي أعرف السبب الحقيقي. أنا حكيت مع روهان وقال لي كل شي صار. روهان طلع في بقلبه بنت تانية غيري، وهي البنت تخلت عنه. وبنفس الوقت فير قال لي إنه أنت وروهان بتحبوا بعض. بس أنا وروهان ما منحب بعض بقى. لا تكذبي ميستي، كنتي بتعرفي انه هو الشخص يلي بحبه، لهيك انتي تركتي روهان. انتي هي البنت يلي بحبها روهان؟ روهان حكالك بنفسه انه بحبني؟ لا. ذكر لك اسمي؟ لا. طيب شو حكى؟ قال انه البنت تركته لانه هو ما مأمن مستقبله. وبرايك معقول انا اكون بحاجه شي مادي؟ معقول اترك حبي كرمال المصاري؟
انت صايرة عم تحكي بدون ما تفكري يا باري. ما بعرف كم مرة لازم احكي بهالموضوع واشرح لك انه انا ما بحب روهان ابدا. معقول بعد ما شرحت لك هديك المرة لهلا ما صدقتيني؟ معقول تكوني ما بتوثقي باختك؟ أنا آسفة ميستي، عن جد آسفة. آسفة. تيتا، أنا برأيي لازم نروح أنا وياكي ونحكي مع روهان بصراحة مشان موضوع زواجه هو وباري. إيه فكرة منيحة. تيتا روهان بالبيت، تعالي نروح نحكي معه هلأ. مو أنتي بتقولي خير البر عاجله؟ إيه لك عم نروح. يلا أمشي. تيتا؟ روهان؟ موضوع الحب يلي بينك انت وباري ما عاد مخبى عن حدا بهالبيت، وانا شايفة قديش انت عم تهتم فيها يا ابني، لهيك انا جاي احكي معك هلا واقول لك انه انا موافقه على علاقتكم. والاهم من هاد كله اني جاي احكي معك بموضوع عرسكم انت وباري. بس تيتا. لا ما في بس روهان، أنا قلت لها لتيتا أنه قبل ما أشوف روهان وباري متزوجين أنا ما رح أتزوج. من فير؟ أكيد من فير. شو هالسؤال الغبي؟ اسمعي نصيحتي، مواضيع الزواج ما بصير يستعجل فيها الواحد. روهان، وقت بتكون عشقان الشخص ممكن تموت كرماله، ونحن هلأ جايين نحكي بس بعرسكن مو تيتا؟ معك حق بنتي، أكيد ما في أحلى من الحب، وخصوصي لما نصير نفكر بالشخص يلي منحبه قبل ما نفكر بحالنا. وإنت لما بدك تتزوج لازم تدور على الشخص يلي بحبك أكتر ما أنت بتحبه. مثل معفير بحبني وباري بتحبك. إيه معك حق، لازم الواحد يدور على الشخص اللي بحبه، لأنه الحب شيء عظيم. لهيك تيتا، مشان قصة زواجنا فأنا موافق. بشكر الرب، بتمنى لكم كل السعادة. بس أنا عندي شرط واحد. شرط؟ شو هالشرط؟ بما أنه هذا البيت كله حب، ليش ما بيتزوجوا الأختين بنفس اليوم؟ بنفس المكان وكمان بنفس الوقت. إيه ليش لا؟ أنا موافقة أكيد على شرطك يا ابني، ما في أحلى من هالفكرة. أنا كتير مبسوطة فيكن. بتصدقي خفت كتير يا بنتي وقت قال روهان إنه عنده شرط؟ بس هالشاب ما بيخيب ظني فيه. شو رأيك هلأ تروحي تتصلي بفير وتخبري، وأنا كمان حابة أحكي معه مشان العرس لنحدد الموعد. تيتا، أنا وفير هون، وين رح نهرب؟ أنتي ليش مستعجلة على زواجنا أنا وياك لهالقد؟ كيف ما بدك إياها تكون مستعجلة؟ هلأ تيتا خايفة على باري وبدها تطمن على مستقبله، وأكيد أنتي مثلها. وتيتا أنا برأيي بما أنه تحدد زواج الأختين والكل هون مبسوط، فليش ما منقول لفير يجي؟
هاي بما أنه سهرك الأول هون فلازم يتفضل يشرف سهرك الثاني ليشاركنا بالحفلة. إيه؟ أكيد، يعني هيك رح تصير فرحتنا فرحتين. لهيك لا تقلقي، أنا رح أتصل بفير وخبره. وإيه؟ أنا لازم خبر باري هلأ فوراً إنه زواجها هي وروهان رح يتحدث. أكيد رح تطير من الفرحة لما تسمع هالحكي. يلا قومي خبريها. اتفقنا. شكراً. 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 باري باري حبيبتي، ألف مبروك ألف مبروك. زواجك أنت ورهان صار قريب ورح يتحدد. عرسي أنا ورهان؟ بس ميستي هداك اليوم هو خبرني. ليكي بصراحة أنا ما بعرف شو يلي صار بيناتكم، بس أنا جاي أجيب لك خبر حلو كتير. روهان وافق. بالحقيقة روهان قال إنه بده يتزوجك حتى قبل ما نحكي معه. اليوم أنا وتيتا رحنا لعند روهان وحكينا معه وطلبنا إيده لإلك. ما بعرف أنت شو كنتي متوقعة، بس روهان وافق يتزوجك فوراً بدون أي تردد. عن جد؟ إيه عن جد. عظيم يا باري، أنا كتير فرحت لك. ألف مبروك إلك. عن إذنكم شوي وبرجع. ميسي 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 بدي شوف روهان هلأ فوراً. ايه أكيد روحي وشوفي، بس اسمعي باري، انسي اللي صار بالماضي وركزي على المستقبل. طالعي كل شي من راسك ولا تفكري بشي غير مستقبلك وسعادتك. ايه صح، لا تسألي روهان عن الماضي تبعه أبداً. ماشي. بس ميسي روهان عن جد بده يتزوجني بإرادته؟ معقول بده يتزوجني من ضغط تيتا عليه؟ باري لا تشكي باللي عم بصير حواليكي، وبعدين انت بتعرفي روهان منيح، مستحيل يقرر هيك شيء مصيري تحت ضغط من اي حدا. وبما انه هو اخذ قراره ومقتنع فيه، انت لازم تحترمي هذا القرار وتفكري باللي جاي. يمكن حس انه ما فينه يكمل حياته لحاله وقرر انه يتزوج. المهم يلي صار كتير منيح لألكن انتو الاثنين، ويلي صار بيناتكن هو بسبب الحب، وأنا كتير فرحانة لك. رايحة أشوف روهان هلا. ماشي. باي. ميستي شو صار؟ فيكي شي؟ أنا يمكن ماني نايمة منيح امبارح، هي كل القصة. يلا تعي لوصلك على البيت، لأنه أنا رايح لعندكم كمان، خالتي ما أنا بالبيت. أبي تعبان شوي وهي راحت لعنده. إيه خبرتني قبل ما تسافر. أمشي خلينا نروح. روهان أنت عن جد قلت إنه بدك تتزوجني؟ أنا كتير بهمني أعرف إذا أنت مبسوط بهالشي، لأنك قلت لي. أي باري، أوامر تيتا على راسي، وبالمناسبة الحب بيستاهل إنه نضحي مشانه. انت ما بتعرف يا روهان قديش انا مبسوطه وقديش زاد حبي لإلك، وبتوقع قريبا رح تحبني مثل ما بحبك. رح تشوف. قال الكاهن انه احسن موعد للعرس بعد 3 ايام.
ولسوء الحظ ما عاد في مواعيد لبعد سنة. بس تيتا 3 أيام بس؟ إيه؟ هذا وقت قصير ما بيكفي لكل التحضيرات، وكمان هذا ما نوع عرس واحد، هدول عرسين. مين يلي رح يقدر يلحق الشغل بهالوقت القصير؟ ليش ما منبلش أول شي بعرس باري وروهان بعد 3 أيام؟ وأنا بهتم بالترتيبات والتفاصيل، أنا بحاول لحق. وبعدين بعد سنة منتزوج أنا وفير، من هلأ لوقتها بيكون خلص شهر العسل تبع باري وروهان، وبيقدروا يهتموا بتحضيرات وتجهيزات عرسنا. أنت شو رأيك فيه؟ أي أكيد. لا هالشي مستحيل. بس روهان، شو المانع أنكم تنبسطوا وتسووا عرسكم بعد 3 أيام؟ أكيد ما في مانع يا فير نساوي عرسنا بعد 3 أيام، ليكن عم نحكي بهذا الموضوع. بس أنا كمان من حقي فكر بسعادة رفيقي وأخت زوجتي المستقبلية. اسمعوا لإلكن، لازم نحضر للعرس ما؟ طيب نتساعد كلنا وهيك منخلص أسرع، صح تيتا؟ بكل الأحوال تيتا، نحن رح نتزوج بنفس المكان والتكاليف بتكون وحدة، فكروا فيها. خلص هاد كلام نهائي، عرسي أنا وباري بنفس الوقت مع عرس ميستي وفير بنفس المكان، هاد خلص تم. برأيي روهان معه حق، ليش لنعمل حفلتين وكل واحدة بوقت؟ حفلة واحدة أحلى. خلص اتفقنا، لكان اتفقنا أنه العرس بعد 3 أيام. تمام، أنا رح أقوم جيب الحلو. يا سلام. ألف حمد وشكر لك يا ربي لأنه الأمور عم تمشي مثل ما بدنا. هاليوم هو أهم يوم بيمر بحياة هالبنات، ومو بس هيك، حتى زواجهم كان بيوم واحد. هالبنات كانوا مع بعض على الحلوة والمرة، كانوا السند لبعض بكل موقف وما تركوا بعض ولا لحظة. كانت علاقتهم أكبر بكتير من علاقة الأخوة. لو كان كونال ومولي معنا اليوم كانوا انبسطوا كتير، لأنه بناتهم كبروا وصاروا من أحلى الصبايا. بدعي لربي يحميكن ويخليكن لبعض وما يفرقكن عن بعض لو شو ما صار، وتضلوا سوا كل العمر وتتخطوا كل المشاكل يلي بتواجهكن. هادي الشال كان لمولي. إيشان لبسها يا يوم عرسها. Thank you.
اليوم أنا مبسوطة كتير، لأنه بناتي التنتين رح يتزوجوا. تفضلوا فيكن تبلشوا. يا رب بارك هذا الزواج ليعيشوا مع بعض بسعادة ويجيبوا أولاد صالحين مثلهم ويعيشوا عمرهم كله بسعادة. وهلا وقفوا لحتى نبلش بمراسم الزواج. Thank you.
وهلا تفضلوا لنربط العقدة. وهلا لو سمحتوا خلونا كلنا ندعي للرب ليبارك لهم. تفضلوا وقفوا لنخلص المراسم. ميسي بنتي انت منيحة؟ ميسي في ايه ميسي؟ ميسي شبكي ميسي فتحي عيونك. ميسي عم تسمعيني؟ ميسي فتحي عيونك. ميسي ردي علي بترجاكي. ميسي ردي علي يا حبيبتي. حدا يجيب لنا مي بسرعة. جيبوا مي. انت اللي طلبتي اني اعمل كل هالشي، كل هذا صار كرمالك. لك ليش هيك عم تعملي؟ ليش بترجاكي تفيقي؟ انا بموت بلاكي. ميسي فيقي. ميسي كرمالي فيقي. لازم ناخذها على الدكتور. شو ناطرين؟ ميسي
ميستي ما راح يصير لك شيء، أنا متأكد. كيتا اهدي شوي لو سمحتي. يا راديكا رح تكون بخير، متأكدة ما رح يصير لها شي ورح تقوم بالسلامة. أنا متأكدة إنه ميستي رح تكون منيحة. دكتور طمنا. دكتور ميستي شبه. نحن حطينا المريضة هلأ تحت المراقبة بس لهلأ ما فائت. صعب نحدد وضعها بالوقت الحالي، لهيك لازم ننتظر لحتى تستقر حالتها. ماشي؟ شو يعني صعب تحدد وضعه؟ معقول انت دكتور وما بتعرف شو حالة المريض؟ روهان لو سمحت اترك الدكتور يحكي. اهدى شو صار لك؟ دكتور ما تواخذنا، نحن منعتذر. عن اذنكم. روهان كلياتنا قلقانين على ميستي بس العصبية ما رح تجيب نتيجة. لهيك اهدى. انا عم بحكي مع الدكتور، مين انت اللي تتدخل؟ بس بيعرف اذا هي منيحة ولا لا. روهان تيتا بترجاكي قبل ما اطمن على ميسي ما تطلبي مني ولا شيء. انا هلا ما بيهمني شيء ولا بدي شيء غير انه تكون ميسي منيحه وبخير. تيتا دكتور شو وضعها؟ حالة المريضة صعبة كتير ونبضها ضعيف كمان. أنا بدي أعرف منكم لو سمحتوا شو تاريخها الصحي؟ عندكم بالعيلة في أي أمراض وراثية أو مزمنة أو أي شيء؟ لا 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 دكتور ما في أمراض بعيلتهم بس من كام يوم داخت ووقعت. ها؟ طيب معك التحاليل أو التقارير الطبية؟ اسم دكتورها ورقمه لنقدر نوصل لتشخيص دقيق ونتصرف قبل فوات الأوان. هلا نبضى مو مستقر أبداً. دكتور تعال بسرعة. يلا لحظة بس أنا بستأذن منكم. روهان روهان تيتا أنا رايح شوفه. Thank you.
ميسي وروهان بيحبوا بعضهم ومرتبطين. كان لازم ميسي تخبركم بهي الحقيقة من قبل، إنه ميسي بتحبه لروهان كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.